كما مرحبا بكم مشاهدي شوف تيفي في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء مع بو حميد عاشق الرجاء البيضاوي. كيداير بو حميد؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. شنو التوقعات ديالك الماتش ديال الرجاء ديال الماتش المقبل ديال الرجاء وحسين جابر؟ كيف كيبان لك الماتش؟ واش غنقول لك الماتش؟ الماتش غايبان لي شنو غايبان لي؟ غايبان لي فور التلفازه اللي حنا كجماهير الرجاء البيضاوي ممنوعين تنقل خارج الدار البيضاء، ما فهمناش هذا المشكل شنو هو؟ واش منع خرج قانون ضد الرجاء البيضاوي والجمهور ديالها ما تنتقلش؟ حاجه تنطالبوا انه يخرجوا في الجرده الرسميه باش نعرفوها بصفه عامه بان جمهور الرجاء البيضاوي ممنوع عليه التنقل في اي مدينه، غير مرحب به، لان ما فهمناش هذا كاس العرش هذا، لانه تنضطروا دابا هذا العام هذا كامل حيت نتفرجوا في الرجاء البيضاوي غير في التلفازه، يعني غنشجعوها مورا التلفازه كي غنديروا، يعني نتعصبوا غنتفقسوا مع تبارك الله الفار اللي عندنا زين، مع سميتو التلفازه النقل عندنا زين، الشمس ضاربه وكل شيء. ونتمنى على الخير يكون يدوز بخير على خير، اش نتمناو؟ شفنا بلي جوج ديال المباريات، اكثر من جوج ديال المباريات جمهور ديال الرجاء تمنع من التنقل. بيضاوي خاصة جمهور الرجاء البيضاوي، يعني ماشي شي فرقة ما عندناش منع، ما عندناش الحكم مع المجموعة الوطنية ولا مع الجامعة ممنوع ديال التنقل، ما عندناش ما فهمناش علاش بالضبط جمهور الرجاء البيضاوي، واش عينوا في جمهور الرجاء البيضاوي حاجة أخرى. لا كانت علاقه بالامن انا ما فهمتش انايا كيفاش الامن تقول الامن من ناحيتاش واش عيب الله ما قدش الدراج الامن اللي مكلف بمدينه الدار اكادير ما نظمش مباراه عاديه ديال كاس العرش ما بين مدينه جمهور الرجاء البيضاوي باش تنقل التنظيم خصو يكون محكم خصو يكون واحد التنظيم اللي الجمهور الرجاء البيضاوي يكون غادي في الطريق يسير الطرق ديالو يدخل التيران وفي الخروج يعني حاجه بسيطه ماشي يديروا في كاس افريقيا وكاس العالم لما تعلمتوا بهذه الطريقه في التنظيم باش غتعلموا في كاس افريقيا وفي كاس العالم انا واش فهمية انا حاجه وحده حنا كجماهير الرجاء البيضاوي لحد الان صابرين والصبر بدا كيتقادى وغندوق نشوفوا العذاب ديالنا في التلفازه يعني في النقل وفي المشكل ديالنا شي رساله للاعبين ديال الرجاء جمهور حاجه نطلب من جمهور الرجاء البيضاوي اللاعب ديال الرجاء البيضاوي انهم خصو يفكروا بان الشعب الرجاوي راه تابعهم في التلفازه بالاعصاب ديالو ماشي بحال في التيران نتفرجوا على خاطرنا يعني راه الشعب ديال الرجاء البيضاوي كله تيتفرج مور التلفازه يعني خصو يفكروا لينا قبل ما يفكروا يوصم فضل هذا الشيء اللي واقع واش كتبقى باقا المنافسه في البطوله شوف اش نقول لك واحد الحاجه الله يرضيك البطوله ما نقدر نقول لك فاتت لجنه التحكيم الفار اش غايدير حنا بالنسبه لنا حنا كنا الدق تاعينا وساكتين حنا دابا 10 سنين حتى ناكلوا في الدق وغادي تناكلوا في الدق حنا ماشي مشكل عندنا حنا الحمد لله حنا حاجه وحده اللي خصنا نعرفوها من جمهور الرجاء البيضاوي ولا فريق الرجاء البيضاوي تنشرفوا دائما المملكه المغربيه وديما الحمد لله الشعار ديالنا الله الوطن الملك شنو بان لك هذا العام وصل تقدر دير البطوله وكاس العرش بجوج كلشي ممكن عندنا فريق متمكن كاين تسير مزيان عندنا رئيس غادي الامور غادي مزيانه كلشي غادي مزيان حنا حاجه وحده الجمهور الرجاء البيضاوي والشعب الرجاوي غادي مع الفرقه ديالو باليد باليد وان شاء الله يكون خير البطوله وكاس ان شاء الله هذا العام بجوج في حاله وحده كما قلت لك التحكيم والفار هاد الجوج هادو اللي عندنا مشكل معاهم هادي اكثر 10 سنين دابا اللي دعموا ما يتقادوا ونتمنوا الله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله كتشوف راسك كيحاربوا بالطبع حنا قلنا لك 10 سنين تبارك الله والحمد لله 10 سنين تيحاربونا وديما حنا غاديين الحمد لله 10 سنين دينا فيها خير وبركه كيما واحد المهرنيط تيقول لك ما دينا والو 10 سنين هذه الحمد لله 10 سنين دينا فيها ودينا فيها محل الفساد كاين في الجامعه وحنا غاديين الحمد لله بخير كيبان لك التسيير والتدبير ديال الاداره ديال الرجاء الحمد لله العام غادي باكشي غادي مزيان تيتخلصوا مزيان كاين المسؤول حاجه الله يشافي الرئيس ديالنا والمشاكل اللي عنده حنا معاه والجمهور الشعب الرجاوي راه معاه ومحدو غادي التسيير غادي مزيان حنا معاه حنا المشاكل ديالو خاصة ديالو ما عندنا علاقه بها حنا التسيير حنا حياتنا الرياضيه معاه غادي معاه حنا كل الشعب الرجاوي حنا معاه في اي حاجه ولكن حاجه الشخصيه ديالو لا علاقتنا بها حنا رئيس هذا العام الحمد لله غادي الامكانيات اللي غادي بها يعني تبارك الله راه حسن العوان راه ما كاين لا مدخول لا والو من الجمهور وغادي بالفرقه والجامعه باقا ما تتساعدوش مجلس المدينه باقي الان ما تساعدوش ماشي يعني التعويض ديال الدخول ديال التيران العام الجاي عاوتاني تبارك الله عاوتاني ما كاينش التيران شنو الراي ديالك من اللاعب ديال اولمبيك اسفي
تفاتشي مع الرجاء ومن بعد اتفق معه وتواصلنا. شوف فاش نقول لك الحاجه، داك الشيء حنا ما تندخلوش فيه، داك الشيء ديال الاداره التقنيه تتكلف به الاداره، السير كما قلنا لك الحمد لله العام السير غادي مزيان. حنا اللي غيلبس التوني العام الجاي وغيجي مرحبا به، حاجه واحده اللي غيلبس التوني راه غيعرف اش غيلبس وان شاء الله يكون خير. شنو سير البودريقه؟ بودريقه حنا نقولوا حاجه واحده، الله يشافيه المرض اللي عنده، داك الشيء الله يشافيه. حنا حاسين يعرف حاجه واحده، وانا الشعب الرجاوي راه معاك حسب التسير اللي عندك هذا العام تبارك الله عليك، وحنا يد يد معاك، وحياتك الشخصيه ما عندنا علاقه بها، الله لا عندك شي مشاكل الله يفكها لك، ما كاينش ما عندوش مشاكل، ولكن عرف حاجه واحده من الشعب الرجاوي، ما حد الرجاء غادي في التقدم وغادي في التسير غادي مزيان، حنا معاك. شكرا شكرا.